أنا رحيل، عمري 16 سنة، دخلت البرلمان قبل سنتين، ومن خلال هذه السنتين عرفت أنا وزملائي أن لنا حقوق وكيف نحصل عليها. أنا هدي، 16 من عمري، بعد انضمامي للبرلمان الأطفال انتمت لدي قدرات جديدة، أهمها أنني أستطيع التحدث عن نفسي والدفاع عن حقوقنا كأطفال. في المدارس كان التعليم بالضرب لحد ما قررنا أن نقول لا للعنف، وأقنعنا المدرسين أن هذه أسوأ طريقة للتدريس. عملنا فروق في المدرسة ومشاركتنا في البرلمان بنعمل فروق أخرى بنوصل صوتنا للجهات المختصة. وما دام لدينا صوت مسموع فبنعرف نفعل فرق أكبر. سنظل ندافع عن حقوقنا لمجتمع أفضل ووطن أجمل. سبب نجاح البرلمان هو وجود الجهات الداعمة التي آمنت برسالة البرلمان. شكراً للجهات السويدية الداعمة. شكراً لبوسكود لوتري.